ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي بقى هنبص بص على الفريك اول ما يبدا يغلي. خلوا بالكم الفريك ما بيحتاجش ميه كتير. بصوا كده اهو بدا يغلي، هنهدي نار عليه وهنسيبه يتشرب. وهنبدا يعني انا سقيته بمرق، الميه مش كتير، شايفين الفريك قريب. هنبدا بقى ان ايه نسيبه كده يهدى وبعدين يتشرب ونبدا نقدمه مع بعض. طيب دلوقتي هنعمل كيك لطيفه جدا حقيقه، ظريفه ومختلفه. تعالوا كده نشوف كيك السنيكرز. كيك السنيكرز ده يعني نوع من انواع الشوكولاتات بتتباع، الولاد بيجيبوها، بتبقى غاليه شويه، فيها طبقه كراميل وفيها فول سوداني وفيها طبقه شوكولاته. يعني ممكن نعمل زيها في البيت بطريقه لطيفه بكيك بسيط ينفع. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه. عندي كيك السنيكرز، عندي طبقه الكيك، كوبايه الا ربع من اللبن، عندي عصره ليمون، عندي نص كوبايه من الزيت، ثلاث بيضات، رشه من الفانيليا، وكوبايه سكر، كوبايه ونص دقيق، حوالي معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر، وربع كوبايه من الكاكاو الخام. طيب دي طبقه الكيك. عندي طبقه للكراميل، صوص الكراميل. تعالوا نشوف هي عباره عن ايه. عندي كوبايه وربع من السكر، ممكن تبقى كوبايه لو انتوا حابين، وتبقى كوبايه هتبقى نص كوبايه ميه لو عايزين تقللوا نسبه السكر هنقلل نسبه الميه برضو. عندي كوبايتين من اللبن، وعندي معلقتين كبار من النشا، ربع كوبايه من الزبده يعني حوالي 3 معالق او 3 مكعبات بس، عندي رشه ملح، وعندي كوبايتين من الفول السوداني المحمص، مجروش، عايزين تسيبوه كده تحسوا بيه ماشي براحه حضراتكم. انا ايه، انا يعني هسيبه لهم هنا يجرشوه لي شويه يكسروه عشان يبقى لطيف. طيب هبدا كده بسم الله. نشتغل اول حاجه ايه، خلوني احط مع حضراتكم السكر اللي احنا هنحرقه للكراميل عشان يبدا يسكر معانا ويبقى جميل. اهو انا احط كوبايه واحده كفايه، وايه ونبدا نشتغل هنا في خليط الكيك. انا هضرب كل الخليط ده غالبا في الايه بسم الله في الخلاط عشان يبقى الخليط جميل. طيب هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا بقى ايه نهدي هنا عشان ما يتحرقش مننا، لان لما بيزيد اللون ويغمق بيمرر، وانا مش عايزاه يمرر. سباتولا كده بسيطه ما تبقاش ريحتها ولا طعمها من الاكل ولا حاجه. اهو كده شايفين ازاي لحد ما تتكرمل، وهقول لكم هنعمل ايه بس يتكرمل كله ياخد نفس اللون. خلاص كده، وتعالوا بقى هنحط هنا في الخلاط البيض، خليط كيك عادي جدا بسم الله، الفانيليا، وعندي السكر، ممكن تقللوا نسبة السكر اللي هنا خالص وما تحطوش سكر في الكيك أصلا وتكتفوا بالطبقة بس اللي هنحطها من الكراميل اللي احنا هنعمله مع حضراتكم دلوقتي. خلاص شايفين ازاي، وهناخد الزيت، عصير ليمون، وعندي لبن، انتوا حاطين الدقيق فين يا حبايبي؟ كده في كوبايه ونص دقيق. ايوه فين حاطينه؟ اوكي ماشي تمام، تسلم ايديكم. الاول هنحط بس الحاجات دي وهنخلط على الدقيق المكونات الجافه حالا دلوقتي، اللي هي بصوا بقى الكراميل هنا ده ازاي شايفين ما يبقاش فيه اي تكتلات. خلاص هضيف الاول شويه، خليني احط الزبده الاول. خلاص الزبده الاول، طبعا النشا هما المعلقتين اللي بيتقلوا معايا الصوص، تخلوه زي ما انتوا حابين. اهو كده المفروض احط الميه الاول كمان، هتلاقوا ده نشف. وهيبدا يسيح معانا برضو عادي بسم الله. اهو ما تقلقوش، بصوا بيتكتل كده ده شيء طبيعي، وبعدين يبدا يسيح، بس خلوا بالكم قوي عشان اللسع بتاعه ما بيبقاش حلو. بصوا وانا حبيت احط الزبده ليه بقى عشان يسهل عليا اقلبه، لما ما بحطش الزبده الاول احطها بعدين هتلاقوا تيجوا تقلبوا الخليط ما يبقاش لين كده،
ما يبقاش سهل تقلبوه، هيبقى ناشف قوي ومحجر ومش هتبقوا عارفين تقلبوه بشكل حلو. هنزل معاهم كمان اللبن عشان يفك كويس مرة واحدة عشان الوقت. اهو بصوا كده كل ده هيدوب، ما تقلقوش، خليكوا بس انتوا معاها وهيدوب وهيبقى جميل كده. كل ده هيدوب، دول كوبايتين لبن مظبوطين. خلاص لما هياخد اللون اللطيف ده سيبوه بس شوية كده يغلي غلوة ونمسح حواليه، وهنبدأ نضرب خليط الكيك ده. المكونات السائلة كلها مع بعض سهلة جدا، وهنجمع المكونات الجافة كلها مع بعض. وهنا بصوا الفريك بدأ اهو، اوري حضراتكم ممكن كده بشوكة اهو اهو هيبدأ يتشرب. هسيبه لكم شوية لو عايزين. هنخلط بقى الخليط ده هنا، بسم الله، ونضربه سوا. تمام، تسلم ايديكم. خلاص هنضرب الخليط السائل مع بعض خلطه كويسه، وبعدين هنحط الكاكاو مع البيكنج باودر مع الدقيق مع رشة الملح، وهنقلب. وهنا كمان هنقلب الخليط الحلو ده لحد ما يدوب تماما الكراميل. خلينا بقى نزود شوية، خلاص النار كده تمام عشان يدوب على طول. شوفوا كله داب ما عدا القطعة دي هتدوب دلوقتي. وهنجهز لحد ما الخليط يبيض ويفتح، هيديكوا فوم كمان اكتر من كده، بس انا عشان وقت حضراتكم اضربوه لما هيتضاعف شويه حلوين. وبعدين هنجيب بوله اهي، هنصب فيها الخليط اللي احنا حطيناه السائل ده، بسم الله، وهنضيف عليه الخليط الجاف اهو، بسم الله، وهنقلب كيك عادي خالص بسيط جدا بالشوكولاته الاسباتيولا كده. وهنا ادي الكراميل بدا يسيح بعد ما حطينا عليه اللبن والميه، وبدانا ايه، احنا بنكتر الخليط عشان انا عايزه اسقي الكيك ده بيه. اوكي طيب، هقلب بقى تقليبه حلوه كده بالاسباتيولا خليط الكيك كده لحد ما يختلط تماما. وعندي بايركس هدهنه زبده او هحط فيه ورق خبز من تحت لحد ما ايه يعني امنع بس التصاق الكيك عشان ما تتحرقش. عايزين تبطنوها بالكاكاو بما انها كيك شوكولاته، تحطوا زبده او زيت وبعدين تبطنوا بالدقيق، ما فيش مشكله خالص. انا هعمل كده على خفيف عشان ما بوظش الدنيا، اقلب بس تختلط من تحت الخليط كده على خفيف، وعشان ايه نقلبها حلو. بصوا كده هنعمل كده. طبعا الكيك ده يخش الفرن حراره 180، هيطلع كيك عادي خالص. بعد ما يطلع كيك عادي هروح صب عليه خليط الكراميل. بصوا بيغلي ازاي، اللي انا هضيف عليه كمان معلقتين النشا المتبقيين علشان اديله سماكه، ومش سماكه كتير، احنا هنضيف كمان فيه الفول السوداني فلازم ما يبقاش تخين قوي عشان الكيك تتشربه. بصوا كده ادي خليط الكيك، شوفوا جميل ازاي، كيك بالشوكولاته روعه اهو. يلا بينا نجيب بقى البايركس وهندهن دهنة كده من الزيت. دي كانت قطعة زبدة، بصوا بقى ممكن اعمل كده كده، وهصب الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم، مش هتطلع مرتفعة قوي علشان أنا مش عايزاها تبقى كبيرة، أنا عايزة أقطع منها قطع جميلة كده حلوة أهي. ريحة الكيك ده لوحده كفاية، ده كيك شوكولاتة ناجح جدا. طيب هندخله بقى الفرن حرارة 180 على الشبكة في النص، وأول ما يطلع بعد ما يهدى شوية
هروح ايه ضايفه عليه الخليط ده سخن اهو، هيبقى شكله زي ما حضراتكم شايفين بعد ما هنضيف الطبقه الجميله بتاعه الايه الكراميل. انا دلوقتي هتخن الصوص بتاع الكراميل اهو، شايفين ده ازاي؟ شايفين الكراميل خلاص ما بقاش فيه اي بواقي. بصوا الكيك جميله ازاي. تعالوا بقى نضيف هنا شويه ميه على النشا. بسم الله، ونقلبهم تقليبه حلوه عشان ايه نتقل الخليط بتاعنا ده ونحط فيه السوداني اهو. بصوا كده ماشي اوكي اهو، هزود بس شويه ميه كمان. بصوا بقى هيتخن ويتقل ازاي وهيبقى رائع. هنحط بقى فيه صوص، يا سلام. تقدروا بقى تحطوا الصوص ده كمان على براونز، على اي كيك عادي عندكم. بصوا دوبته تماما عشان يدوب كويس قوي النشا، لازم على لبن او ميه ساقعه كده عشان ما يبقاش فيه بس اي تكتلات. وهنبدا نضيف على خليط الكراميل شويه. بصوا شويه كده، شايفين ازاي تقل ازاي شويه، انا مش عايزه اتقله قوي. ماشي شايفين، معلش هرفع من على النار هنا. شايفين ازاي نقطه كمان، مش عايزين كتير عشان ما يتقلش قوي. هنقلب كده وهجيب السوداني هنحط فيه شويه المحمص وهنصب اهو. شايفين ازاي كل بقى الخليط القمر ده اول ما تطلع الكيك هنصبه عليها وهي سخنة عشان تتشربها كويس جدا. خليني ابص كده، بص على الفريك خلاص اهو على وشك خلاص، والخضار كمان استوى ريحته روعة. بصوا اتمنى يا رب يعني انه ايه الوصفات النهارده، الصوص ده عبقري عبقري وينفع مع اي حاجه حضراتكم حابينها، لانه من الصوصات يعني المحترمه جدا. ممكن بقى احطه كده شويه على النار، يعني بس احط نقطه كمان اوريكم القوام، بس خلوا بالكم بيتقل بعد اهو كده. بقى احنا خلاص خلصنا.